اهلا وسهلا فيكم اصدقائي في حلقة جديدة في يوم جديد في نفس الموقع اللي حكينا عنه ابو 12 دولار. طبعا اعذرونا على التعليقات لان وقفنا التعليقات، لكن ان شاء الله انكم تستفيدوا من القناة. تمام، بلكي رجعنا على التعليقات عشان نشوف تعليقات كل حلوة اللي تنم انه في عندكم اخلاق، لكن في ناس ما عندهاش اخلاق. تمام، طبعا احنا عندنا اليوم الكرسي يا اخوان، نحكي عن الكرسي، نحكي عن اتجاهات الكرسي او شغل الكرسي. تمام، اقعد تفضل سريع. طبعا عندي هون انا اشارة كرسي يا اخوان. تمام، هاي الظهر تبع الكرسي، ماشي، هاي الكرسي، كرسي خلص انتهى، ماشي، حلوة من مرتبة القاعدة. هاي هيك انا اخذها بالاتجاه هذا، كرسي كامل هيو. طيب اتجاه الكرسي، جينا حكينا عن الموضوع تبع الكرسي هاد، ماشي، واتجاه الكرسي وانه كيف لما يكون الكرسي موجود بارض منبسطه او موجود في وادي. تمام، الان هذا الكرسي يشمل الحالتين، بيشمل الحالتين، ماشي. الحاله الاولى وجود قبر، الحاله الاولى وجود قبر. الحاله الثانيه اذا كان قدامه وادي، إذا كان قدامه وادي زي اللي احنا شايفينه هذا فهو مراقبة. لكن راح ناخذ الحالة اللي راح نحكي عنها هسه، ماشي، اللي هي حالة وجود قبر، ماشي. احنا في منطقة وثنية يا اخوان، وين السيخ؟ تشوف السيخ شوي. احنا في منطقة وثنية، فالمعتقد في المثلث، المعتقد في المثلث انه وجود قبر. تمام، لكن الكرسي ككرسي هو بدل على اشي قدامه، ماشي. اذا في عندي الحالتين اللي حكيت عنهم مرتبطات ارتباط في هذا الكرسي اللي موجود هون، اللي هي الحالة الاولى وجود الوادي اللي حكينا عنه، اذا هو مراقبة للموجودين. تمام، طبعا المنطقة الاثرية هي هون، هاي المنطقة الاثرية موجودة هون، ماشي. اذا في موقع مراقبة، هاي اول اشي. الحالة الثانية وجود القبر انه في ارض منبسطة. طيب الحالة الثالثة تثبيت وجود القبر. تمام، راح نطلع مع بعض على هاي، شايفينها مع بعض، عندي مثلث يا اخوان هاي. تمام، الرمزية الوثنية لا القبر، هاي المثلث. تمام، عندي المثلث وين موجود؟ موجود على الكرسي نفسه، مثبت على الكرسي نفسه، مشغول على الكرسي نفسه، ماشي. اذا عندي تثبيت انه هذا الكرسي، تثبيت انه هذا الكرسي موجود امامه قبر هون في المكان هذا. والله اعلم كنت تكنيزي او لا، لكن دقة الاشارة ودقة المثلث اللي موجود بدل انه في معاه مقتنيات. طيب شوفي عندنا دلالات ثانية موجودة على الصخرة، او في عندنا، شوفي عندنا شغل ثاني موجود على الصخرة عشان نفهم الوضع. طبعا احنا فهمنا، هسه انا بدي اقعد على الكرسي، ماشي، راح اقعد على الكرسي، هاي الكرسي هون. طبعا انا اشكره هذا ران والله اعلم، هذا اللي هون ران، لكن بدناش ندقق عليه. الان انا قاعد على الكرسي، شوفي امامي، امامي الواد، شايفينه هذا الواد اللي تحت، ماشي، على اساس هذاك يقول لك الواد 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 سنكوتي. تمام، امامي الواد، هناك امامي منطقه منبسطه، اذا في عندي قبر هون في المنطقه هاي، وفي عندي مراقبه للمكان اللي موجود. تمام، عندي مراقبة، ولما أنا بكون قاعد القاعدة هاي، ماشي، بدي أعتبر أن أنا قاعد القاعدة هاي راح أحط الموبايل، راح أحطه على وجهي يعني عشان يبين المكان اللي أنا بتطلع عليه. تمام، هذا طلعوا كيف أنا بتطلع قاعد من كرسي يا أخوان، من إشارة كرسي طلع لوين بتطلع كمان. شفتوا الإشارة كيف؟ شفت الكرسي كيف بيجي؟ إذا منطقة مطلة، منطقة مراقبة زائد وجود قبر لوجود الرمزية اللي جينا حكينا عنها، المثلث هيو، هذا المثلث يا أخوان. تمام، زائد وجود الرمزية هاي. طيب شوفي عندي كمان شغلات ممكن أنا أفهمها من الوضع اللي عندي هنا، ماشي. طبعا هذا إحنا حكينا ممكن إنه يكون ران، الله أعلم، لا وجود الحز تبعه هيو، وجود الطب اللي حكينا عنها ممكن إنه يكون ران، ماشي، لكن أنا شايفه كإشي لظهر يعني واحد بحط عليه ظهره، ماشي. طبعا هاي الصخرة متحركة، القاعدة تبعتها صخرة متحركة لكن ملاصقة مع الصخرة هون، مع الصخرة هون، مسكرها مزبطها على أساس إنها تطلع كرسي 100%، ماشي، ويقعد يرتاح عليه ويكون أموره بالإيش، بالباي باي.
طيب الآن بدي أعرف وين كان ساكن هذا، بدي أعرف وين كان ساكن. طبعا نظريا نظرا خلينا نحكي بالنظر، ماشي الشغل هذا بالنظر. هاي الكرسي هون، تمام هاي الكرسي هون. الآن في عندي هاي الصخرة بهذا الاتجاه وهاي الصخرة بهذا الاتجاه، وعندي شغل في المكان هذا، تمام في عندي شغل هون. إذن مكان سكنه هذا هو، ماشي مكان سكنه هذا هو. شو بثبت لي كمان إنه مكان سكنه هون؟ الطبيعة اللي موجودة هون منحوتة نحت، تمام زي ما أنتوا شايفين. طبعا هون في إشارة يا شايفينها، زي إشارة الجرة شايفينها كيف، هاي إشارة الجرة ماشي. النحت اللي موجود هون يختلف عن الصخرة هاي ويختلف عن الصخرة هاي، تمام يعني هاي الصخرة تختلف عن هاي وتختلف عن هاي. عندي نحت، عندي شغل اللي هو التلييس، تمام شغل التلييس يعني عندي طينة ماشي، هاي طينة ملزقة فيها أحجار شايفينها هاي. هتطلعوا هذا، هذا ثابت مثلا هاي ماشي، هذا هذا ثابت، هذا ثابت، هذا ثابت مثلا هاي بيطلع معي. لكن منطقة الحفر هي هاي المنطقة ماشي. ليش؟ عجينة، عجينها عجينة من هون، معجونة عجن ومعمولة ومسكر فيها مكان اللي كان ساكن فيه الزلمة اللي كان موجود هون. يعني هسه راح أقولكم كيف كان يطلع وشو كان يعمل ماشي، شو كان يعمل الزلمة هذا بالذات. يعني بدي أعتبر أنه أنا مكان الزلمة هذا ماشي، وبتشتغل على أساس أن أنا مكانه ماشي. إذا صار في عندي مدخل، هذا المدخل من هون دخولا هيك، عندي عندي فراغ موجود هون، تمام. هو ما راح يحط لكم إشارة الفراغ أو إشارة المغارة لأنه ما بزبط، لأنه هو معتمد تسكير للمدخل، تسكير كامل للمدخل. إذا ما راح يورجينا وين هو الفراغ تبعه، مش زي الإشارات الثانية والله عندي تشكيل مغارة، تمام. هنا لا، اختلف الوضع، هنا ما راح يورجيكم الفراغ، تمام. لكن الإشارات اللي وضعها مثلا على الكرسي هاي تختلف، هاي هو بده يثبت انه هنا وجود قبر. يا اخوان قدامي قبر، لا تمشوا من فوقه، او ما تبحثوا، ما تبحثوا هون، او ما تعملوا مغارتكم هون، او ما تعملوا سكنكم هون، تمام. الان حكينا المدخل تبعه. طيب بدي اعتبر حالي انا مكان الزلمه هذا ماشي، اليوم هيك بدي اشتغل. طلعت انا من السكن، طلعت من السكن بنظر قاعد قدامي يقول اصبحنا واصبح الملك لله ماشي. بقعد اطلع قدامي على المنطقة المحيطة، انا وين واقف؟ على باب المغارة ماشي، واقف على باب المغارة. بطلع قدامي ما شاء الله، هاي الغنمات هناك وهي هنا، ابصر مين قاعد ببحش، وهذا ابصر شو بيسوي، وهذا ابصر شو بيسوي، وهذا مش عارف ايش، وانا واقف لسه على باب المغارة، تمام. الان بدي انزل من الباب، خلص زهقت وانا براقب فيهم، بدي اجي اقعد وين؟ على الكرسي، تمام. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ماشي قعدت على الكرسي، كملت المراقبه تبعتي. اذا انا من علية القوم، انا معي الفلوس، اذا انا والواصل، الواصل اللي في القوم هاي ماشي. اذا هنا كان يقعد الشخص اللي معاه ماني يا اخوان ماشي. اذا هاي طلع، كيف بتطلع كامل المنطقة، ما في داعي انه يعني شوف تحليلها هيك بس، يعني لو انه انا مثلا بسوي فوتوشوب مثلا او بسوي شغلات زي هيك كرتونية او الى اخره، بصور لكم المنطقة وبطلع لكم واحد من هنا وبيمشي بيمشي 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 بيمشي، بيجي على الكرسي وبقعد على الكرسي، تمام. بيظل يراقب في القبر تبعه اللي هنا، قبر المقبور اخوه، مرته، بنت عمه، بنت خالة ابوه، جوز هنا، بيظل يراقب فيها. بعد ما يخلص بروح بسوي له شغلة اي شيء، بعدين برجع بدخل على مغارته وبدخل جوا، تمام. شفت تفصيل الكرسي؟ كرسي بسيط، بسيط جدا طبعا، الكرسي مش اشي عظيم طبعا. في جرن هاي هون خلف الكرسي كمان، هون حاطين له جرن حلو، يعني تفصيل بسيط جدا وشغل بسيط جدا، لكن اعطاني قصة، اعطاني اشي ممكن اعتبره واقعي، ممكن اعتبره هذا الشغل هيك كان يطلع من هون ويمشي وياخذ هون ويقعد يتفرج على هذا ويطلع. بجوز كان ناصح كمان، ما بعرف، بجوز كان عمره 43 سنة، مش عارف برضه، واسمه خالد مثلا. لا هاي ما كانت هيك، هاي كانت منبسطة أكثر يعني نزولة، تمام بالضبط. هاي تنظيف أرض، ممكن هاي شالوها عشان الأرض زراعية، شالوها وزدتوها غاد، لكن ما كانتش موجودة من الأول،
تمام. اذا اكتشفنا هسه كيف احنا بنقدر نحكي قصة عن طريق اشارة عن طريق كرسي، تمام. بنقدر نحكي قصة كاملة وشو اللي صار معه، كيف كان يتحرك، ماشي. طب راح تيجي تقولوا لي طب هو بتطلع هون، طب من وراه، طب بلكي جاوب من واحد من وراه وسلخ موس بوجهه، صح؟ آه حلو. مش ممكن؟ ممكن ممكن، ماشي. راح اقول لكم الله ستر، ايش بدي اقول لكم؟ طلع وراه مسكر وراه، الله ستر، شو اسوي لكم؟ اكثر من هيك ما اقدرش اسوي. طيب اهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم للمتابعه. اللي مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس، واهلا وسهلا فيكم يا اخوان.